الرضا. الله يحفظك لي يا ميمتي الحبيب. الله يا ربي الله. حياة بنتي مشيت ودارت لي في دماغي، قلتي لي اختك معزوزه غادي تقرا في المحمديه، على ما كاينش قرايه هنا. اودي ماما اش غادي نقول لك، انا اللي بان ليا بنتك بغات تلقى راحتها وتمشي ميسولها حد فين مشات فين جات. الله يهديها. واش غنقول لك بنتي، الله يعطيها عقل، بغات تزيد عندنا حتى ترونسبور حتى هو. هاكي هاكي خوتي. شنو هذا ماما؟ بيعي وقدي به الغرض، الله يرضي عليك. شنو هو هذا ماما؟ هذا خاتم زواجي اللي جاب لي باك ملي كان بعقله، اما دابا راه خرف. راه ديال دابا بنيتي، راك تستاهلي كثار منه اخوتي. منيتك عطيني خاتم ديال الزواج ديالك باش نبيعه. انت اش من جواج؟ الله يهديك يا بنتي. واشنو ما يستاهلش نبقى مخبيه ولا نفرح به على زين العيشه اللي كان معيشني. شتي شتي والله ما نشدو من عندك ولا خديتو. من اختي كنموتو بالجوع. اويلي مالك اللي وصلنا اختي لهذا الحال اللي نبداو نبيعو في حوايجنا، خصوصا الحاجه اللي عندها القيمه. واش غنقولك؟ الله يرضي عليك يا بنتي. بغيت نسولك علاش مخبيه هاد الفلوس؟ واش محتاجه وما بنيتي؟ لا ماما ماشي شي حاجه مهمه، كنت كنجمعهم وصافي. كي مزيان ملي خسرتيهم على مراد. انا داكشي اللي قلت، خوك يستاهلهم. والله يرضي عليك يا بنتي، الا ما سمحي لي راه كنت بغيت نقولها لك ونسيت. عندك بنيتي، شوفي الا كنتي انت محتاجاهم راه نسلفهم من عند الكبيره. اولي الويده وليتي باغا تغرمي لي فلوسي وتسلفيهم من عند الكبيره؟ يهديك الله، راه فلوسي هما فلوسك وديالي هو ديالك. هالمره الجايه بقيت تعلميني انا مزوكافك. ما قلتي عيب بنيتي، سير الله يرضي عليك دنيا واخره. ونوضي يا بنيتي ترتاحي باش تمشي لخدمتك غدا وتولي بخير على خير وما تمرضيش لي الكبيده ديالي. الله يرضي عليك.